أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحشر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات. سامعين ناظرين، سورة الحشر ہے اور اس میں 24 ورسز ہیں، تین رکوع ہیں. آج پہلا حصہ پڑھیں گے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي لمبا کریں گے، مد ہے، ٹھیک ہے. ذال نرمی سے پڑھیں گے، اسراء کو پر پڑھیں گے، اور زبر ہے اوپر. هو الذي اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. اخفاء کریں گے، نون ساکن کے بعد دال ہے. من ديارهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وقف کریں گے تو اس کو را کو پر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تو باریک پڑھیں گے. لأول الحشر ما ظننتم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم. یا واہ، ٹھیک ہے. اللہ اللہ، اور یہ زانی اردو کی زا کی طرح جو پڑھتے ہیں نا، یہ اردو نہیں، عربی زبان ہے، اس لیے اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے آپ، رائٹ. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون. یا راگو پر پیش پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اور یہاں باریک پڑھیں گے زیر کے نیچے را کے نیچے زیر رائٹ. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. یا سائلنٹ دال کو لام سے ملائیں گے الف بھی سائلنٹ. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اور یہاں واو سائلنٹ ہے, لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا, اس بات کا خیال رکھیں ٹھیک ہے. یا اولل ہے, اولل نہیں پڑھیں گے, غلط ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله واو سائلنٹ ہے, قاف کو لام سے ملائیں گے, دونوں الف بھی سائلنٹ ہے, لکھنے میں آئیں گے پڑھنے میں نہیں آئیں گے. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله دیکھیں آپ یہاں پر لفظ اللہ ہے, یہ لام ہے, اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھ لیا, اور یہاں پر زبر ہے پہلے, اس زبر کی وجہ سے اس کو پڑھ لیا, اس بات کا خیال رکھیں. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْ
فإن الله شديد العقاب ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم ठीक है मीम मीम में इदगाम करेंगे और गुन्ना करेंगे मीम मुशद्दद में हमेशा के लिए गुन्ना होगा और इस मीम को लाम से मिलाएंगे नून साइलेंट राइट ये इदगाम है विदाउट गुन्ना है मा कतअतुम मिद ठीक है मिन नहीं पढ़ेंगे नून साइलेंट है मिलीनतिन ما قطعتم من لينة من لينة أو تركتموها أو تركتموها قائمة قائمة यहाँ पर इजहार करेंगे इसलिए कि तनवीन के बाद आयन है और उसे हल्के हैं قائمةً على أصولها على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ما أفاء الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فلله وللرسول ولذي القربى
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.